مرحبا الله وبركاته. يزيد وهيب يكشف تصريحات نارية بسبب مباراة اتحاد العاصمة، سيتم حل الكاف والمغرب في ورطة. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وأهلا وسهلا بالجميع. يا ترى ما تفاصيل هذا الخبر؟ هذا ما سوف نقول له، سوف نتكلم به الآن. مفاجآت مدوية، ويزيد وهيب يكشف تطورات في هذه القضية، مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، ويقصف متسبي وفوزي الأرجع بتصريحات نارية، ويقول إن حل الاتحاد الإفريقي سيكون في هذه الحالة. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك مرة أخرى حتى نبدأ في هذه التفاصيل. كشف الصحفي يزيد وهبي عن آخر التطورات في قضية مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وخاصة في المحكمة الرياضية الدولية التاس، حينما تحدث وقال بالنص إن الأمر الآن أصبح نهائي بين التاس وبين الاتحاد الإفريقي، والتاس ما زالت لحد الآن تخبر الاتحاد الإفريقي أين العلة في اتخاذ القرار لصالح نهضة بركان، وما العلة أيضا في أن الأمر غير سياسي، لأن إدخال السياسة في الرياضة لا يجوز طبعا في قوانين الفيفا والطاس. ولذلك الاتحاد الإفريقي والمغربي يقولون أن الأمر غير سياسي، وتابع يزيد وهبي تصريحاته قائلا الكاف والمغرب اقتربوا من الوقوع أخيرا، وإن قرار الطاس قريب جدا من أن يكون في مصلحة اتحاد العاصمة، وبذلك سيتم حل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لا محالة، لأن من المستحيلات إعادة المباراة، خاصة بعد تتويج نادي الزمالك المصري باللقب. وختم يزيد وهيب تصريحاته قائلا الأمور واضحة ومكشوفة، ولكن الطاس تريد تأجيل الأمور من أجل ضربة قوية، وما وأيضا بسبب هذه القرارات الغريبة والغير صائبة في ما يجري في الاتحاد الإفريقي. أتمنى من الجميع أن يشاركني في آرائكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.